لك اخ اخ الله يتوب علينا من هالمصلحة بجاه الحبيب. خير شو بك عم تنفش؟ لك قسما بالله يا صلاح مليت من هالشغلة. طول النهار عم بفتل على كعاب رجلي بين الطاولات مثل ما كوك الحايك، على هات وجيب وخود وهات وروح وتعا والكل عم يتأمر عليك. ايش بدك تعمل؟ هيك مصلحتنا. ولك تضرب هيك مصلحة يلي بتخلي مين مكان يتمقطع فينا يا صلاح. الله وكيلك، في ناس بتتعامل مع الجرسون وكأنه خدام وضيع، خلق بس ليخدمون ويلبي طلباتهم. يعني من أول ما يعدوا على الطاولة لوقت ما يمشوا بينادوا لك 50 مرة، هات مي، هات محارم، بدل هالمعلقة، عطينا غير هالشوكة، ناولنا نكاشات أسنان، غير لنا الطاولة، هات كاتشاب، عطينا مملحة تانية، ليش هاللحمة قاسية؟ ليش الشوربة باردة؟ رخيلنا البرادي ضربة شمس بعيوننا، خففنا هالموسيقى نصرع رأسنا وعلى هالمنوال، وآخر شيء بيلحشوا لك 25 ليرة بخشيش وبيمشوا. إيه بس مو كل الزباين هيك. يا سيدي إذا مو كلهم أغلبهم. لا ونادرا ما يطلع لك زبون ابن حلال طلباته قليلة وبخشيشه محرز، نادرا. والله معك حق، بس شو طالع بيدنا نعمل؟ هون لمصيبة مو طالع شيء. بس وينك صلاح؟ أنا إذا بضل على هالحالة أبطأ بنفجر، وبصراحة لازمني إجازة كم يوم غير فيها جو، لأنه صار لي سنة ما أخذت إجازة وحاسس حالي رح أفن هون. بقى بدي أقضي لي كم يوم بعيد عن المطابخ والمطاعم وطلبات الزباين وريحة القلي والزفر وطرطقة الصحون والملاعق. يا شو علي؟ قدم إجازة، أنا ما بظن إنه مدير مطعم يقول لك لا. وهو كذلك اليوم رح أفتح معه الموضوع، عال والله. يا سامي، خد علبة محارم ونية مي على الطاولة سلام. أنت أمر أمر أنت الثاني. حط حط. كم يوم بدك إجازة؟ أسبوع زمان. هو أسبوع كتير سامي، يعني هلأ موسم وصاحبي كتير نستاني عنك أسبوع كامل. طيب معلش لكن أعملهم خمس أيام. تكره تقدر من بكرة تعتبر حالك بإجازة. يخلي لياك، بدك شي؟ ماشي الحال. يلا السلام عليكم. سلام. بس ما قلت لي إنه ناوي تاخد إجازة. إيه طلع معي. إيه وين عم تقضيها؟ وين مكان؟ المهم غير جو وشم هوا، هوا نظيف، بدي غير بلاد وعباد، بعدين روتين المطاعم، إيه هلكني هلك. والله معك حق، وأنا داخلي من روتين البيت، خلينا نغير جو. أصبح جاهز يا حالك بكرة الصباح، خلينا ننطلق. يخرب بيتك ما كنت تنظف، مطيلسي عليك السمنة الطيلسي، مطيلس. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. في طاولة محجوزة باسم الأستاذ سامي مرزوق. إيه تفضل، وين الطاولة؟ تفضل استاذ. تفضلي تفضلي من هنا. يا اهلا وسهلا، ان شاء الله عجبتكم الطاوله استاذ. ما بها شيء، ماشي حالها. اهلا وسهلا متر. نعم استاذ. شكرا لك استاذ. متر. نعم استاذ. بتضل واقف هون مزروع جنب الطاوله، ما بتمهي صحنيك ولا هون؟ بامرك استاذ. طلبي لازم ينزل بسرعه، ها وبدي كل شيء تازه وسخن، وبتغير لي هذا الشرشاف وكله صحون والمعالق، وما بتنزل على الطاوله الا الشغلات اللي بطلبها. بامرك استاذ. يعطيك العافيه. مسيك يا ابني، غير لي صحن هالبطاطا لأنها قاسية كتير، والسلطة بدي اياها خشنة مو ناعمة. بأمرك استاذ منغيرهم. بعدين البرك يا أخي، البرك غابة زيت شبعاني، بدي اياها مأمرة ومحمرة تحمير مثل جناح الدبور عم تقرش قرش. بأمرك استاذ. وبدي شوية زيت على صحن الحمص، وشوية مايونيز للشيش طاووق، وكاتشب حلو للبطاطا، وشوية دبس رمان للبابا غنوج، وطحينة اكسترا للمتبل، وكاسة صغيرة فيها حمض وتوم وخل، والكولا بدي اياها دايت، والعيران بلا توم، وسلطة الزيتون بلا دبس رمان، والكب الحميص بدي اياها مأمرة أكثر من هيك، والكب المشوية بدي اياها ناشفة. بأمرك استاذ، هلا منغير كل الطلب. بس بسرعة لو سمحت، بلشت عصافير بطني تزقزق. بأمرك استاذ، بس تمهلني 10 دقايق. ماشي الحال.
لك شبك سامي؟ شو صار لك؟ خف هالزلمة شوي. حقي، هذا حقي، أنا زبون ولازم تتلبى كل طلباتي. بعدين أنت التاني ما لقيت نقضي أول يوم بالإجازة غير بالمطعم؟ مو على أساس حابب تغير جو المطاعم تطلع من هالروتين؟ وهي عم غير جو، بس بدل ما أكون جرسون صرت زبون. هلأ هاد اللي طلع معك؟ يا وفاء افهمي علي مشان الله، أنا طول السنة عم أركض بين الطاولات لأخدم الزباين، بقى ما بيطلع اليوم من هالسنة اتأنزع فيه على الطاولة وأعطي أوامر وتركض الناس لتخدمني؟ أبيطلع لي شو ناقصني يعني؟ عن إذنك شوي راعت واريت. سامي؟ نعم أستاذ. شو صرت هون؟ لا نكاشة أسنان لو سمحت. ما في خواص، قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. بدك تأخر اليوم؟ والله ما بعرف، على هو ما تخلص معي المعاملة. وريدة معاملات إن شاء الله، صار لك أربع أيام راكد ورا هي المعاملة، دخلك إمتى بدك تخلص بقى؟ عم تقلي لي إلي، إيه أنا شو دخلني؟ ما أنت التاني، كنت لاقي لك شي معقب معاملات، أعطي لك يا قرشين وخلصنا القصة. هو لو عرفانا معقدة كل هالقد كنت سلمت لمعقب معاملات وارتحت، بس قلت لحالي كل معاملة بتسجيل بالتأمينات، يعني شو رح تاخد معي وقت؟ يا دوب ساعة زمن. وهالساعة زمن مطت أربعة أيام وهي اليوم الخامس. لك أستي راح الكتير وما بقي غير القليل، ورأيي كلها جاهزة وما ضل علي غير أني اشتري الطوابع وإلزقن على المعاملة وناولها للموظف. ايه وبعدين؟ ولا قبلي أبي أدفني الموظف كم يوم زمان لتتوقع المعاملة وانتهت السيرة. إيه الله يهون عليك يا رب. ومنين بدك تشتري الطوابع؟ نهنيك إلا تبيعين طوابع يعني؟ يجيب لك معي كم طابع؟ لا كتر خيرك. العادة اللي طلع معك. يلا ستي باي باي. باي باي حبيبتي. باي. يا سيدي هاي صورة عن قرار التعيين، وهي صورة عن تاريخ المباشرة. تلي انت خادم عسكرية ما هي؟ اوه من زمان يطعمك حجي والناس راجعة. وهي صورة عن قرار الإجازة أيام سوقي لخدمة العلم. ماشي ماشي. وهي صورة عن المباشرة بالدوام بعد انتهاء سوقي لخدمة العلم، اسأل الله هذيك الأيام. وهي تفصيل بيان بالراتب. تفضل. لأنه سنة ها؟ كل سنين خدمتي. الله وكيلك مأمئة عيون الموظف يلي طلع لي وهو عم يكتبه. شغلته هاي شغلته حبيبي، ما له مني عليك ابدا. ماشي الحال. ايه سيدي شو بدك مني لسه؟ بدي صوره شخصيه. ايه صحيح كنت رح انسى. تفضل هاي الصور. صورك هذول؟ صوري لكن صور جارنا. وليش هيك عابس؟ أخي سبحان الله أنا ما بعرف ابتسم وأنا عم بتصور، يعني يا أما بفرط من الضحك وبسخسخ يا أما بعبس وبحط العقدة، ما عندي حل وسط أبدا، هيك طبعي. ماشي ماشي. جيب الطوابع؟ لا والله. بقى يا ريت تقلي شو الطوابع المطلوبة لحتى نطلب الراجب لك ياهن وأجي. على عيني. بدك طابع مالي بسبع ليرات، وطابع تأمينات بليرتين، وطابع نقابة بخمسة، وطابع حرفيين بعشرة، وطابع عمل شعبي بخمسطعش، وطابع انماء حضاري بعشرين، وطابع بحث علمي بستة. بس هدول؟ ايه بس انت جيبه تعتبر معاملتك منتهية. يخلي لي اياك اذا موجودين عندك الزق لي اياهم وانا بحاسبك. ها ايش شايفني بياع طوابع؟ في 100 كشك برا. اوكي اوكي عدم مؤاخذة حبيبي، افطانة منك السماع. شرف استاذ. يسلم وديات. الله يسلمك. قديش حقهم هدول؟ 48 ليرة. ماشي الحال، بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل اخي. عشت. شرف استاذ. شو شايفك قطعت 75 ليرة؟ ولو يا استاذ، شو ما بدك يعني نربح؟ الله وكيلك عينا وحفينا لدبرنا رخصة هالكشك. خلاص خلاص مو مشكلة. هلا هدول هن كل الطوابع؟ لا يا استاذ، بقيان طابع التأمينات، وطابع النقابة، وطابع الحرفيين. ومنين بدي اشتريهم هدول؟ كل واحد من محله. كيف يعني ما فهمت؟ يعني طابع النقابة من نقابتك. ايه. وطابع الحرفيين من نادي الحرف، وطابع التأمينات من التأمينات الاجتماعية. شو الحكي؟ هلأ معقولة اطرق مشوار على التأمينات مشان طابع بليرتين، ومشوار على نادي الحرف مشان 10 ليرات؟ والله يا أستاذ لو بقدر بخدمك ما بقصر. ماشي الحال أخي، يعطيك العافية. الله يعافيك.
هلا ليش ما عم تصدقيني؟ عم اقول لك اخذت تاكسي وطرت على نادي الحراف طيران واشتريت الطابع، بعدين رجعت على النقابه، اشتريت من هنيك طابع النقابه وبشي على التامينات لاشتري طابع ليرتين تبع التامينات. ايه اشتريته؟ لا ما لحقت لاني وصلت الساعه 12 وربع والصندوق بسكر الساعه 12، قاموا قالوا لي ارجع ثاني يوم. هلا معقوله تتعطل يوم ثاني مشان طابع بليرتين؟ عجبك على هالشغله؟ الله وكيلك حطيته اجور مواصلات، اتحق الطوابع على 10 مرات. وما عرفت تدبره لطابع التأمينات منين من كان؟ كنت حل كيسك شوي وشوف شلون بتدبر الطابع. هلا مو محرزة ندفع رشاوي مشان نشتري طابع انت التانية؟ تصطفل، انا عم احكي من شانك. انا اللي ما كنت افهمه ليش طابع التأمينات مدلل كتير ونيقة عن الخليقة وما بينباع غير بمؤسسة التأمينات. انت قول شو الطوابع كلها من عين اصلا؟ خلاص الواحد بيدفع رسوم للمالية عن كل معاملة وخلصت السيرة. هيك بيعملوا بكل دول العالم. يعني لما بتشتري شيء استمارة مشان أي معاملة بتدفع ضريبة دغري وما في داعي لتنشفي ريقك بتلزيق الطوابع. فعلا هالشغلة ما بينسكت عنا. ما بينسكت منوب، لأنه مو معقول نفوت على القرن 21 ونحن بهالعقلية الخنفشارية. على كل حال أنا بكرة بس اشتري طابعي وأمن عليه ولزقه على المعاملة بدي أقدم شكوى رسمية بهالخصوص. لمين؟ لمين يعني؟ لمدير عام الطوابع بالذات، وبكرة بتشوفي. شرف ساس. يسلموا ايديك. هلا هذا هو الطابع الميمون؟ هذا هو. لك تسلم لي عينه ما احلاه. بدك صراحة بيستاهل هالطابع الدلل كل هالقد. دخيل عينك بدي اسألك سؤال. تفضل. السيد مدير عام الطوابع والأضابير وين بداوم هذا؟ مديرية الطوابع دوار المتحلق الخامس. ماشي الحال. تفضل اخي. ما في فراطة، يا بدك تصرف يا بسامحنا بلك مالي. لا لا مسامح، دخيل عينك شو التجرة. الله معك. تفضل استاذ. هي هي كل الطوابع المطلوبة، بس اوعك اوعك دخيل عينك ويستر عرضك، دير بالك منيح على طابع التأمينات، هذا مدلل كثير. وليش تأخرت كل هالقد؟ مو على أساس رايح تجيب الطوابع بربع ساعة وترجع؟ صار لك يومين غايب. هيك والله. إلا تمروه مني بعيد عنك. بتريد إلزق الطوابع؟ إلزقهم عنك؟ أكيد بيكون ريقك نشفان من كتر اللزق. لا يسلموا. رجع بعد أسبوع بتكون المعاملة توقعت من المدير. ماشي الحال. يعطيك العافية. الله يعافيك. عفوا يا أنيسي. السيد مدير عام الطوابع والأضابير موجود جوا بمكتبه يا ترى؟ في موعد؟ لا والله هو ما في موعد، بس حابب أقابله إذا ما في أسئلة. مين حضرتك؟ ما بيعرفني هو، أنا مواطن عادي وحابب أقدم شكوى. لحظة شوي. تفضل، المدير العام بانتظارك. شكراً لك. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. شكراً. خير، شو مشكلتك؟ مو مشكلتي استاذ، يلي بدي احكي لك اياه مشكلة عامة. تفضل تفضل، عم بسمعك. يعني يا استاذ يلي انا مستغربه انه كل شيء بالعالم عم يتكتل ويتوحد ويندمج الا عنا. عفوا ما فهمت عليك. يعني اوروبا رح تتوحد، الشركات العملاقة عم تتحد، الاسواق الاقتصادية عم تندمج، ونحن لهلا ما كنا نعرف نوحد الطوابع يلي عنا. يعني يا استاذي طالما في رسوم معينة مفروضة على المواطن لما بيتعامل بأوراق رسمية مع الدولة، بقى ليش ما بتتحصل هالرسوم بطريقة حضارية وعصرية أكثر من هيك؟ شلون يعني؟ يعني بدل ما يشتري طوابع مالية وعمالية وعمل شعبي وتأمينات ومجهود ونقابة ومدري شو، يشتري طابع واحد بقيمة الطوابع كلها، والدوائر بعدين تعمل تنسيق واتفاق مع بعضها، وكل مين بياخد حصته من حق هالطابع. فكرة وجيهة كتير. هاي وحدة أستاذنا. الوحدة الثانية، ليش في طوابع مو مطروحة بالسوق؟ ليش؟ يعني شو الحكمة العظيمة إنه ما ينباع طابع التأمينات مثلاً غير بمؤسسة التأمينات؟ يعني معقول المواطن يركب تاكسي لآخر الدنيا ويدفع أجار مواصلات 200 ليرة مشان طابع بليرتين؟ كمان فكرة وجيهة. شو اقتراحك بالموضوع أستاذ؟ اقتراحي يا أستاذنا هو توحيد الطوابع على أقل تقدير. يعني ليش هالطوابع مشتتة ومفرقة ما كنت أعرف؟ يا سيدي خلينا نشعر بوحدة الطوابع،
على أقل تقدير. ولا بفكرك كمان ما بنقدر نوحد شيء؟ لا لا بس فكرك بيحاربونا من الخارج يعني؟ مو هذا الأصل أستاذ، بس أنا ما بظن الإصلاحات الإدارية والقطاع على الروتين البغيض بقض مضاجع الغرب، هذا أمر محلي. ولا أقولك الإصلاحات الإدارية ما منمون عليها كمان؟ لا 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 مو هيك القصة، بس أنا عم بقول يا سيدي توحيد الطوابع مطلب جماهيري حساس كتير، وإذا كان ما في إمكانية لإقامة هيك وحدة أو اندماج فيا ريت تنطرح كل الطوابع للبيع بالأسواق وتكون بمتناول المواطن وين ما كان. هو الحقيقة أفكارك معقول كتير أستاذ، وأنا كمدير عام للطوابع والأضابير وعضو دائم بلجنة تحديث القوانين والقفز على الروتين وعضو بمؤسسة تطوير العمل الإداري العليا لمواجهة تحديات القرن المقبل، رح اتبنى هالاقتراحات هي واطرحها للمناقشة بأول اجتماع. يا سيدي بارك الله فيكم. لحنا يا أستاذ بابنا مفتوح دائما ولكل المواطنين، والعصر هاد كما هو معلوم عصر تبادل آراء وحوار بالإضافة لكونه عصر انفتاح، منشان هيك أنا عم بفتح الباب دائما ولو بعز البرد، وإن شاء الله انتسف من بردي نسف، وكله في سبيل المصلحة العليا. ولحنا هون منهتم بكل شكوى وبأي مقترح وما منهمل شيء أبدا، وشعارنا الوحيد دائما هو المواطن على حق. يا سيدي أخجلتمونا تماما، والحقيقة الواحد بينبسط كتير لما بيقابل مسؤول واعي ومنفتح وعصري مثل حضرتك. شكرا. بس إذا ممكن في إلي طلب صغير عندك. اتفضل أستاذ. يا ريت المقترحات الجريئة والبناءة اللي حضرتك قلتها تكتبها وتقدم لي إياها. على عيني أستاذ مو مشكلة، هلأ بكتب لك إياها، أعطيني ورقة وقلم لو سمحت. لا لا هون ما بيمشي الحال، لازم تقدم شكوى رسمية مشان نقدر نتبناها. كيف يعني أستاذ؟ يعني نزيل على الكشك اللي تحت واشتري استمارة وطلب وعبيهم وسجلهم بالديوان بشكل نظامي وإن شاء الله بصير خير. بسيطة أستاذ، هلأ بكتب الشكوى. بس لا تنسى تحط طابع الشكوى. كمان الشكوى بدها طابع؟ إلك كل شيء له أصول حتى يصير قانوني. وين بلاقي هذا الطابع؟ موجود هون يا ترى؟ طبعا لا، شو دخلنا لحنا بهيك طابع؟ هذا بتشتريه من مديرية الشكاوي والاعتراضات بالدوار المتحلق الثالث. لا تعليق.